أهلا بالجميع، من هي ديلان؟ ياغمار يوكسل، الممثلة الرئيسية في سلسلة زهور الدم. هل ياغمار يوكسل متزوجة؟ ومن أين هي؟ وكم عمرها؟ قصة حياة ياغمار يوكسل بالتفصيل لم تكونوا تعرفونها موجودة في هذا الفيديو. قبل الانتقال إلى الفيديو لا تنسوا متابعة الصفحة. ياغمار يوكسل هي امرأة جميلة جدا ضمن مشروع سلسلة زهور الدم. تستمر ياغمار يوكسل كممثلة رئيسية في المسلسل التلفزيوني زهور الدم الذي يبث على قناة السابعة. جذبت ياغمار يوكسل كل الاهتمام بأدائها في سلسلة زهور الدم. تمثل ياغمار يوكسل امرأة تدعى ديلان، وسلسلة زهور الدم هي سلسلة شهيرة جدا وذات تقييم جيد، والمسلسل يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. ولدت ياغمار يوكسل في 21 يناير 2002 في منطقة ميرزيفون بمنطقة أماسيا. برج الممثلة الجميلة هي برج الدلو، ولون عينيها أخضر. يبلغ طول ياغمار يوكسل 163 سنتيمتر وتزن 54 كيلوغراما. لديها 3 أشقاء، تخرجت من المسرح والمعهد الموسيقي وتعيش في إسطنبول. يتساءل معجب ياغمار يوكسل: وصراحة وصلتني رسائل كثيرة عن الممثلة، هل هي في علاقة حب أم لا؟ حيث يعتقد أن ياغمار يوكسل لديه حبيب خفي، ويمكنهم قريبا مشاركة الصور معا على حسابها على إنستغرام. من فضلكم لا تنسوا أن تكتبوا أفكاركم حول ديلان وبالتحديد ياغمار يوكسل في قسم التعليقات بالفيديو.